جات قريبه للدار، كتمشي فحال هكذا وكدور، هي جات قريبه لديك ديك الدار، كتجي فحال هكذا وكتطلع فحال هكذا وكتجي هكذا وكتربع هكذا. السلام عليكم خوتي الاعزاز، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. اليوم جبتكم واحد بقعه ارضيه كتواجد من منطقه بوكدور طنجه، مساحه 102 ديال المتر. هذا هو الموقع ديالها، وجات قريبه من الشارع، هذاك الشارع اللي طالع من تما يكون في واحد 6 د المتر ولا 7 د المتر. الارض اخوتي الاعزاز هي هذه، عند الكروكي ديالها كتجي في حاله مطهر ديال ديك الدار، كتجيك عندها فرشه هذا وحده، الزنقه 4 متر كتشوف حالها هايده. دابا هذه الزنقه 4 متر اللي هو هذا من تما. الارضيه هذه 102 ديال المتر في صاله مربعه عند الكروكي ديالها، ارض ملكيه عدليه، الثمن كيقول مولاها 185 الف فرنك، 1850 درهم فيها المفاهم. هذا الكروكي ديالها اخوتي كما كتشوفوا، شوف ها الرجمه ديالها من هنا كتجي في حالها هايده وكتجي في حالها هايده وكتجي. المهم الزنقه 4 متر كتشوف حالها هايده. هذه هي منطقة بوكدور، منطقة بوكدور جات قريبة من عين داليا. الرجمة ديالها من هنايا كطلع في حالها هايدا، من تما وكتجي في حالها هايدا، ومن تما كتجي في حالها هايدا. هانا 102 د المترو، الثمن 1850 درهم، أرض ملكية عادية. اللي بغاها مرحبا، نعملوا موعد نجيو نشوفوها وما يكون غير الخير ان شاء الله. هذه الزنقه 4 متر كما قلت لكم، اي دابا هذه الزنقه ديال 4 متر كتشرك في هذا الشارع هذا. شوف هذا الشارع اخوتي الاعزاز كما كتشوفوا معايا في الفيديو، هاي داك هذا غيكون فيه شي 8 متر. راه الارض فيني، ما نطولش عليكم فيديو، اللي بغاها مرحبا، السلام عليكم.